كتاب الوصايا. نعم، لما فرغ من العطية وذكر الفروق بينها وذكر الوقت الذي تصح فيه العطية والوقت الذي لا تصح فيه العطية، بين الوصية. والوصية مأخوذة من الوصي وهو الوصل، من الوصي وهو الوصل، فسميت بذلك. والمراد بها في الفقه في الشرع التبرع بعد موته، تبرع بمال بعد موته، هذه الوصية. تبرع بمال أو بتصرف، يعني يوصي إن وكيله فلان وكيله فلان، هذا وصية بتصرف، أو يقول لفلان كذا، هذا وصية بمال. فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد موته، أو الأمر بالعطية بعد موته، هذه هي الوصية. سميت وصية لأنه وصل ما قبل الموت لما بعده. عرفنا أن الوصي في اللغة هو الوصل، فهو وصل ما قبل موته بما بعد موته. وتطلق الوصية على الأمر، تطلق الوصية على الأمر. قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أمروهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وكذلك في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أمرناهم بتقوى الله. الوصية تطلق على الأمر، تطلق على الأمر. والمسلم في من ناحية الوصية، الوصية على قسمين: قسم الأول الوصية بما له وما عليه من الحقوق والديون والودائع والأمانات وغير ذلك، هذه وصية واجبة، يجب على الإنسان أن يوصي بما له وما عليه، ولو كان ما فيه مرض ولا فيه شيء، لأن الموت لا يؤمن في أي لحظة، ولو كان من أعفى الناس وأصح الناس، الموت ما يدرى متى. فإذا كان عنده حقوق للناس أو عليه حقوق للناس أو له ديون على الناس وليس فيها كتابات ولا وثائق، فإنه يجب عليه أن يوصي، أن يبادر إلى الوصية، ولا يقول: أنا والله ما بخلاف، ولا أنا شاب وأنا صاحي وبسعه، كل هذا ما هو بيدك، هذا ما تدري. فيجب عليه أن يوصي بما له وما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. لاحظوا هذا: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا في الأمور التي له والتي عليه من الحقوق، لئلا تضيع، لا يتساهل الإنسان فيها. هذا النوع الأول واجب. النوع الثاني التبرع بعد موته، وهذا ليس واجبا، هذا مستحب بشروطه الآتية. هذا مستحب: إن شاء أوصى وإن شاء لم يوصي، وبالخيار. هذه الوصية المستحبة، الوصية بشيء من ماله يصرف بعد موته في أعمال البر. هذا إن كان له مال كثير، إن كان له مال كثير فإنه يستحب له أن يوصي، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم يعني فرض،
وهذا في أول الأمر، كانت الوصية واجبة في أول الأمر للوالدين والأقربين. فلما شرع الله المواريث نسخ الوجوب، نسخ وجوب الوصية وصارت مستحبة لمن عنده مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا فينبغي أن يتركه للورثة ولا يضايقهم. الله جل وعلا يقول إن ترك خيرا، وهو المال الكثير. أما إذا لم يترك إلا مالا قليلا فالأحسن أنه لا يوصي، يتركه للورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا الأولى به أنه في حال الصحة وحال القوة أنه قدم لنفسه بالصدقات، بالتبرعات، بالإحسان، ببناء المشاريع الخيرية من مساجد وغيرها. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، فهذا الأحسن أنه في حال الصحة يعمل لنفسه ويقدم لنفسه، أحسن له من الوصية عند الموت. نعم. كتاب الوصايا. نعم. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. أن يوصي بالخمس، يوصي بالخمس. هذا الحد المتوسط، فإن كان ولا بد من الزيادة فيوصي بالثلث، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فالحد الأعلى هو الثلث، والحد الأدنى لا حد له، لكن يقول الخمس الأفضل، الخمس، وهو الذي أوصى به أبو بكر، أوصى به أبو بكر الصديق، أوصى بالخمس. قال: لأن الله اختاره لنفسه، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذا الذي اختاره الله لنفسه، فأبو بكر أحب أن يوصي بالخمس، وهو واحد من خمسة، هذا هو الأفضل على المذهب. وإن أراد الزيادة فله إلى الثلث، وإن أراد أقل من الخمس، أوصى بالسدس، بالسبع، بالثمن، فله ذلك. لأن المال إذا كان كثيرا فإن الجزء منه يكفي ولو كان قليلا. إذا أوصى مثلا بالسدس وعنده مليارات، السدس كم يكون؟ يكون كثير. بينما لو ما عنده إلا 100 ريال وأوصى بالسدس ما يطلع إلا شيء يسير. الناس يختلفون في هذا حسب كثرة الأموال وقلتها. نعم. إلى الخمس، إلى السدس، من الخمس إلى الربع، إلى السدس، إلى آخره. نعم. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. ولا يجوز بأكثر من الثلث، هذا هو الحد الأعلى، لا يجوز بأكثر من الثلث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. ولا يجوز الميراث لك أجر، وله ميراث لك أجر، المواريث اللي يأخذونها قاربك وينتفعون به لك أجرها. نعم. ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء، الوارث لا يصح أن يوصي له بشيء،
لأن الله أعطاه حقه. إن الله قد أعطى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه، وهذا بالإجماع. إلا إذا رضي الورثة بعد الموت ونفذوها لا بأس، أن الحق لهم. ولا بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني غير وارث، المراد بالأجنبي غير الوارث، لا إلا برضا الورثة. إذا أجازوا ما زاد على الثلث فلهم الحق بعد الموت، إذا أجازوه بعد الموت ما هو في حال الحياة، لأن الحق لهم حين ذاك. نعم. ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. بعد الموت، لأن الحق لهم، إذا أجازوها نفذت، وإذا عارضوا فإنها لا تنفذ إلا على الوجه الشرعي الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. تنفيذا لا إعطاء، وإنما هي تنفيذ لقول الموصي، تنفيذ لقول الموصي، وليست عطية مستجدة من الورثة، وإنما هي تنفيذ لما قاله الموصي فقط. نعم. وتكره وصية فقير، وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج، لأن الله قال لمن ترك خيرا، أي المال الكثير، أدل على أنه لو ترك مالا قليلا ووارثه محتاج فإن الأولى أن لا يوصي، أن لا يضايق الورثة. نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يجوز أن الإنسان يوصي بكل ماله إذا كان ماله ورثة، لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، ماله ورثة نبت، لا بفرض ولا بتعصيب ولا من ذوي أرحامه، فله أن يوصي بكل ماله، له أن يوصي بكل ماله، لأنه زال المحذور وهو مضايقة الورثة. نعم. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. الله أذن له بالثلث فأقل، إذا أوصى بالثلث أو بالخمس مثلا وقال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى، والثلث ما يتسع، لو جمعنا هذه المصروفات ما غطاها الثلث، يقول يأخذ كل واحد بالمحاصة، يأخذ بالمحاصة، يدخل النقص على الجميع، لأن تجمع الوصايا، يجمع مبلغها ثم ينسب إليه وصية الموصي، فما بلغت النسبة، نسبة الوصية إلى مجموع الوصايا، يعطى كل واحد بقدر النسبة، يدخل النقص على الجميع. نعم. كل بقدر نسبته. نعم. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. النقص بالقسط هذه تحتاج إلى عملية حساب، إلى عملية حساب، لأن تجمع الوصايا فما بلغ مجموعها ينسب إليه مبلغ الوصية، فما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وبين الوصية فإن كل موصى له يأخذ بقدر نسبته حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص ببعضهم. هذه تحتاج إلى عملية حساب. نعم. وإن أوصى لوارث مثل العول، إذا حصل في الفرائض، العول إذا حصل في الفرائض كل يأخذ نصيبه اسما لا حقيقة ويدخل النقص على الجميع. نعم. وإن أوصى لوارث كذلك الديون، إذا كان على إنسان ديون كثيرة وماله قليل وش نعمل؟ ما فيه إلا بالمحاصة، ما فيه إلا بالمحاصة، لأن تجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب إليه التركة، مبلغ التركة، ثم يعطى كل غريم بقدر النسبة. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت،
والعكس بالعكس. هذه مسألة. إذا أوصى لوارث في حياته أوصى له وهو وارث، لكن عند الموت صار غير وارث، تصح الوصية. مثلا أوصى لأخيه، أوصى لأخيه بالثلث وهو ما له عيال، عند الوصية ما له عيال، أوصى لأخيه بالثلث، عند الموت جاءه ولد، رزق بابن، أليس الابن يحجب الأخ؟ صار الأخ أجنبيا عند الموت، تصح الوصية. والعكس بالعكس، لو أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت الوصية. مثاله لو أوصى لابنه، أوصى لابنه، نعم، أوصى لوارث، صار عند الموت غير وارث. هذه مثلنا لها بالأخ، إذا كان ماله ابن وأوصى لأخيه ثم عند الموت صار له ابن حجب الأخ، تصح الوصية. العكس ما هو؟ أوصى لغير وارث، أوصى لغير وارث، مثلا أوصى لي، لا هذه إذا كان غير وارث، إذا كان عند الوصية غير وارث وصار عند الموت وارث تبطل. أوصى لأخيه مثلا وله ابن، نعم، أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن، صار الأخ وارث، تبطل الوصية عند الموت. هذه أوصى لوارث فصار عند الموت، أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا، تبطل الوصية. أوصى لأخيه وله ابن يحجبه، لكن عند الموت مات الابن، صار الأخ المصالة وارثا، أليس كذلك؟ تبطل الوصية. والعكس بالعكس، نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث، إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح. والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت، نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. قبول الموصى له متى يعتبر؟ يعتبر في حال الحياة الموصي؟ لا، إنما يعتبر قبوله للوصية بعد موت الموصي، لأنه هو وقت تنفيذ الوصية، هو وقت تنفيذ الوصية، نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال الموت، أوصى وبعد 50 سنة مات، ما يعتبر القبول إلا بعد الموت، ولو قبل قبل الموت ما صح قبوله لأنه في غير وقته، نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ولا يتملك الموصى له الوصية إلا بعد الموت، إذا قبلها بعد الموت، أما قبل الموت ما يملكها، لا تزال على ملك الموصي، نعم، ولا تنتقل من ملكه، نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد، لأن صارت ملك له، صارت ملك له، فلا يصح الرد، فيقال له ما دمت أنك ما تبيها أعطها غيرك، أعطها، تصدق بها، هذا ملك لك، تنازلت عنه أعطه لغيرك، نعم. ويجوز الرجوع في الوصية. يكفي، نعم، هذا بخلاف الهبة كما سبق، يجوز الرجوع في الوصية قبل الموت، خلاف الهبة فلا يجوز بعد القبض، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد يقوم مقام الأب إذا مات في الرجوع بالهبة؟ نعم يدخل، لأنه أب، لأن الجد أب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت من امرأة فأهدى إلي إخوانها أثاثا للمنزل وهو كنب، وهو كنب، نعم. فقدر الله فراقها
فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون إن هديتنا إنما هي لأجل أختنا، فهل أرجعها؟ فهل يلزم إرجاعها؟ لا، ما دمت قبضتها، هذه هبة وقد قبضتها صارت ملكا لك، ولا يجوز لهم الرجوع فيها إلا إن كانوا يحبون مثل السوء يكونون كالكلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث هل يعدها؟ لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث هل يعد فعله محرم؟ هنا، لأن هذا ليس العدل الذي، ليس هذا هو العدل الذي قسم الله به المواريث، وهو أحكم الحاكمين سبحانه. نحن نرضى بما رضي الله به وقسمه، إلا إنسان هم اللي يبيسوون المرأة بالرجل، في ناس يطالبون بالمساواة الآن ويغيرون أحكام الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما المسلمون فيرضون بأحكام الله عز وجل، يجعلون الذكر كحظ الأنثيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة أم أن هذا خاص أن هذا إيش؟ هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة أم أن هذا خاص بالأب؟ هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، الأب له اختصاصات والأم لها اختصاصات، هو محل خلاف. نعم. واللي يظهر والله أعلم أنها ليست مثل الأب. نعم. وهل لها أن تأخذ من مال ولدها؟ إذا قلنا أنها مثل الأب فلها أن تأخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه سواء كانوا صغارا أو كبارا؟ أي نعم، يسوي بين أولاده سواء كانوا كبارا أو صغارا أو ذكورا أو إناثا، يسوي بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كبر السن يعتبر من الأمراض المخوفة؟ لا، ما يعتبر من الأمراض المخوفة إلا إذا بلغ حد التخريف والهرم. نعم. وهذا لا 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 يصح تصرفه، إذا بلغ حد التخريف لا يصح منه تصرف بشيء لزوال عقله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحسب مقدار الوصية بعد إخراج الدين أو قبله من التركة؟ هذا يأتي إن شاء الله، هذا يأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعطي أبنائي وبناتي إذا كانوا في مستوى تعليمي واحد مصروفا يوميا بالتساوي؟ شوف، هو النفقة ما كان من باب النفقة، فكل يعطى على قدر حاجته ولو لم يتساوى. ما في شك أن الكبير يحتاج نفقة أكثر من الصغير، فمجال النفقة هذا كل، العدل أن تعطي كلا ما يحتاجه ولو تفاوتوا في المقدار. وأما ما كان من باب التمليك فهذا هو الذي يلزم فيه العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الوصية بالولاية في النكاح؟ اي نعم، يصح انه يوصي ان فلان يتولى تزويج بناته وتفريق تركته وتنفيذ وصاياه والنظر على أوقافه. الوصية كما ذكرنا في أول الكلام أنها على نوعين، وصية بتصرف ووصية بمال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي بنت أستلم مكافأتها وقدرها 500 ريال وأنفقها على نفسي بغير علمها، فهل يحق لي هذا العمل؟ نعم، إذا كانت ما تحتاج هذه ولا عليها ضرر فلا مانع، أنت ومالك لأبيك. إذا كان ما عليها ضرر ولا مضايقة فلك أن تأخذها وتنفقها عليك وعليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله؟ لكن تنبهوا إن فيه ناس أبوا أن يزوجوا بناتهم من أجل الراتب،
أجل تبقى يستثمرها ويفوت عليها، هذا العضل المحرم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. إذا عضلها ومنعها من الزواج هذا عضل، هذا حرام، تسقط ولايته عليها، تنتقل إلى غيره ممن ينظر في مصالحها. أما أنه يمنعها من أجل الراتب فهذا حرام عليه، وهذا عضل تسقط به ولايته عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله في حال صحته؟ وهل يجوز لأولاده في هذه الحالة أن يحجروا عليه خوفا على أنفسهم؟ ما دام أنه صحيح وعاقل، ليس بسفيه ولا مبذر، فليس لأحد اعتراض عليه. تصدق بكل ماله أو بنصفه أو ببعضه، لا حجر عليه، إلا إذا كان في عقله خلل أو كان في تصرفه خلل يحجر عليه من حجر السفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كانت تعطي أولادها الذكور عند زواجهم بحجة أنهم محتاجون أكثر من البنات ولا تعطي البنات، فهل يعد هذا من الجور فيلزمها العدل؟ قلنا لكم إنه إذا زوج بعض أولاده فإنه إن احتاج الثاني إلى زواج زوجه، وإن لم يحتاج لا يلزمه ذلك، هذا بقدر الحاجة من النفقة، هذا من النفقة. نعم. يقول فضيلة فإذا أعطت بعض بناتها لأجل تجهيزها للزواج، إن تزوجت الثانية فالعدل أنها تعطيها مثل ما أعطت الأولى، وإن لم تتزوج فلا. نعم. هذا عطاء معلق بشرط، إن حصل الشرط حصل المشروط وإلا فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو جعل الوالد جعلا لمن حفظ القرآن من أولاده، فهل يجب عليه أن يسوي بين الأولاد في ذلك ولو لم يحفظ بعضهم؟ لا، ما يلزم له أنه يخص بعض الأولاد لصفة فيه، كأن يكون طالب علم يشجع على طلب العلم، أو أنه معيب في جسمه ما يقدر يكتسب والآخر سليم، له يعطي الإنسان المصاب لأجل صفته أنه عاجز وذاك صحيح وسليم. فإذا كان تخصيصه لبعض أولاده لصفة فيه دون غيره فلا مانع، أو لأن أحدهم فقير والآخرون أغنياء لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حضرته الوفاة فأوصى ابنه بأن ينفق على الأسرة الفلانية. رجل حضرته الوفاة فأوصى ابنه بأن ينفق على الأسرة الفلانية وهي أسرة كافرة، وألزم الابن بالإنفاق على هذه الأسرة، وقال أبوه أنفق عليهم، فأنفق عليهم حتى مات هو، فماذا أفعل حيال ذلك بعد وفاة الوالد؟ هل أكمل الوصية؟ نعم، تجوز الوصية للكافر، يجوز لأنه يوصي للكافر من اليهود والنصارى، يجوز له ذلك، خصوصا إذا كانوا فقراء محتاجين له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كما سبق لكم أنه يجوز أن يقف على قريبه الكافر مثل ما وقفت صفية على أخيها اليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الأب لابنه قبل موته، إذا أوصى الأب لابنه قبل موته، نعم، ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن في حادث. إيش؟ إذا أوصى الأب لابنه قبل موته، ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن في حادث، فيحجب هذا الابن لأنه صار قاتلا لأبيه، فهل يرث أم تصح الوصية؟ أوصى الوالد إيش؟ أوصى الأب لابنه قبل موته،
ولكن عند موته توفي هذا الأب مع ابنه في حادث. الوصية لوارث، ابنه وارث، ابنه وارث. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الكلب المعلم من أجل ما اكتسبه من تعليم صاحبه له؟ ما يجوز بيع الكلب، لا يجوز، سواء كان معلما أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مطلقا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ، السؤال اللي مر لي أوصى لولده ثم راحوا بحاله، أعيده. إذا أوصى الأب لابنه قبل موته، ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن في حادث، فيحجب هذا الابن لأنه صار قاتلا لأبيه، فهل يرث أم تصح الوصية له؟ هذا في تفصيل، إذا كان الحادث لتفريط من السائق، أو لأنه ما يحسن القيادة، أو أنه مسرع، أو أنه ما تفقد السيارة وفيها خلل، أو أنه يساقط الناس وصدموه ما يحسن القيادة أو يسيء، فهذا يكون قتله خطأ ولا يرث، يحجب من الميراث، والوصية بطلت لأن صاحبها مات، المصالح مات، مات مع أبيه، ما مات بعد أبيه حتى تنتقل لوراثته، وإنما مات مع أبيه في وقت واحد، فبطلت الوصية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات متفرقة، فهل يرجع فيها ويطالب ولده بها؟ وكيف يعمل إذا كان الولد لا يستطيع دفع تلك المبالغ؟ وهل يكتفى بأن يطلب من بقية الأولاد السماح له بما أعطاه لأخيهم؟ يعطيهم مثله، الحل أنه يعطيهم مثله، تنتهي المشكلة، وإن سمحوا الحق لهم لا بأس، خصوصا إذا كان الابن الذي أعطي معسرا ولا يستطيع يرجع العطية وسمحوا له، فنرجو إن شاء الله أن هذا يبرئ ذمة الوالد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولد يعمل مع أبيه ويأتي له براتبه من مكان بعيد، فهل يعطيه الأب شيئا دون غيره من الأولاد؟ رجل إيش؟ ولد يعمل مع أبيه. نعم. ويأتي له براتبه من مكان بعيد، فهل له أن يعطيه شيئا دون غيره من الأولاد؟ إن كان الولد دفع راتبه لوالده ليحفظه له فهو ملك للولد، ملك للولد، وإن كان دفعه له على أنه من مال الأب إكراما للأب ودفعه إليه يكون من مال الأب، فإن الأب تملكه، وليس للابن أنه يرجع في هبة قبضها والده، الولد لا يرجع في هبته لوالده بعد قبضه، بخلاف الأب فله أن يرجع بما وهبه لولده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إذا كان هناك وصف معين، كأن يكون الابن صالحا أو طالب علم أو كان في نفع وحاجة والده؟ إذا كان صاحب الوصف يحتاج في حاجة، أما أنه يعطيه وهو ما له حاجة، ما عنده حاجة للعطية، لا، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها؟ لا، ما يجوز إلا للوالد فيما يعطيه الولد فقط، أما غير الوالد فلا، لا الزوجة إذا وهبت لزوجها ولا الزوج إذا وهب لزوجته، لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل،
ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يعمل بذلك؟ إيش؟ يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يمكن تطبيق ذلك؟ تطبيقه عند القضاة، راجع القضاة ينظرون في الأحوال ويحكمون فيها، لأن هذا مما يحتاج إلى نظر القاضي فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ فيما يسمى بمصحف إبرايل لأنها امرأة غير مبصرة وكفيفة؟ هذا معنى حكم المصحف الظاهر، لأن ما في كتابة تقرأ يقرأها الناس، إنما يقرأها الأكفة فقط، يقرأها الأكفة فقط، هذا في نظري لا يأخذ أحكام المصحف، لا يأخذ أحكام المصحف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟ نعم. الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟ إذا كان بنية دعوتهم وترغيبهم هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء. كنت أسدد عن والدي. نعم. هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء لعدة سنوات، ثم توفي الوالد، فهل لي أن أخذ هذا الذي دفعت من التركة وأطالب إخواني بذلك؟ لا، لأنك يوم تدفعه أنت متبرع، يوم تدفعه وأنت متبرع، فلا يجوز لك الرجوع به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للابن الغني مطالبة أبيه بالنفقة الواجبة؟ هل يجوز للابن الغني؟ الغني ليس له نفقة على والده، الغني ليس له نفقة على والده، إنما النفقة تجب للولد الفقير اللي ما له كسب، ما يستطيع يتكسب، أما إذا كان يستطيع يتكسب فلا، ليس له نفقة، يتكسب ويأكل من كسب يده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حالقا للحيته ومخالطا للنساء فهل يعد بذلك فاسقا؟ لا، يرجع إلى حلق اللحية، هل هو من الكبائر أو من المحرمات دون الكبائر، وهل إذا كان من الصغائر يداوم عليه يكون كبيرة، المداومة على الصغيرة تحولها إلى كبيرة، هذا فيه بحث عند العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حاذقا لكنه فاسق لكن لا يعرف عنه الكذب، فهل يقبل خبره أم لا؟ لا، ما يقبل خبره في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية ما يقبل خبر الفاسق، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا الأحكام الشرعية ما يقبل فيها إلا خبر عدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو هو خاصة؟ نعم. دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو هو خاص بالصلاة الجهرية فقط؟ لا، عام في جميع الصلوات، جميع الصلوات الخمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدعى للمسلمين جميعا بالنسبة لقنوت النوازل، يدعى في فلسطين والشيشان والعراق، أو يخص بمن نزلت عليهم هذه النازلة في هذه الأيام فقط؟ يدعى للمسلمين عموما ويدعى لمن نزلت فيه النازلة خصوصا، يجمع بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقنت للنازلة في صلاة الجمعة؟ يكفي الدعاء الذي في خطبة الجمعة، يكفي عن القنوت في صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به؟ كيف؟ إذا كان مال الولد من مصدر حرام فهل يجوز للوالد الانتفاع به؟
المال الحرام لا يجوز الانتفاع به، لأن الله حرم الحرام لا يجوز، سواء للولد أو للوالد أو للأخ أو لأي أحد. المال المحرم لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة التي تبيح الميتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان هذا الوقت وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطيرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟ إيش؟ هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟ ذكروا أنه إذا كان بين الصفين في القتال فهذا مثل الذي مرضه خطير، إذا كان بين الصفين في القتال أو في البحر وحصل في البحر خطر وهيجان وخشوا من الموت، هذا مثل الذي مرضه خطير، لا يصح تصرفه في ماله. أما أنه في بلده حربه هو في مكان آمن، هذا تصرفه صحيح، ما فيه إشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال. نعم. إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال لكن لم أجد عملا مناسبا لي، فهل لي أن أطالب الوالد بالنفقة علي وعلى عيالي أيضا؟ نعم، نفقة القريب تجب له ولمن تلزمه مؤونته كزوجته وخادمه، وإذا كان الولد فقيرا ولا عنده شيء ولا يقدر يكتسب فتجب النفقة له ولزوجته ولأولاده على والده. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.